طيب تعالى كده بقى نبدأ نروح للريجستر. دي الفورم بتاعتنا، فين الفورم؟ دي هنا. هنلاقي ان في بيجز عندي ادمن اوس، لا هي اوس. عندي لوجن ريجستر، احنا الريجستر والريجستر. اول حاجة ده الكومبوننت وبيرجع اليو اي بتاعي. اوكي طيب، اهم حاجة عايزين نعملها نستخدم الهوكس بتاعتنا، اليوز ستيت واليوز ريف و اليوز افكت. التلاتة دول هيعملوا لي الاب كله عندي، واللي هيطبق على البيج دي الحقيقة هيطبق على كل البيجز الجاية، يعني الموضوع واحد، فاحنا مش هنقعد ايه نطول قوي في الليست بتاعت البلاي ليست. يعني اول حاجة احنا هنا هنستخدم اليوز ستيت. ايه ال ايه الـ يعني امتى ابديت اليو اي بتاعي؟ اليوز ستيت بستخدمها لو عايز تابديت اليو اي بتاعك. اوكي اليوزر انترفيس. طيب فاول حاجه خلينا نقول احنا هنعمل ايه. احنا مشكله الريجستر هنا ان انت عندك الرول اوكي وعندك الديبارتمنت. انت لما تريجستر نيو يوزر لازم تدخل له النيم وتختار الرول بتاعه. اكيد مش هتكتب الاي دي بايدك او الديبارتمنت الاي دي بايدك هنا تشرفك ال ديبارتمنت ده ايه الاي دي بتاعه. اوكي طيب، فانت عايز تعرض سوفت وير 1 وعايز تيجي هنا تعرض الثري بروفيسور ستودنت وادمن. طيب فاول حاجه انت هتجد داتا من الايه، من الباك اند بتاعك. اذا دايما بنقول ان كل بيج بيبقى ليها جيت ميثود وبوست ايه ميثود. لو رجعنا للباك اند هنا هتلاقي ان في الاوس احنا عاملين ريجستر بس دي بوست، هنعمل واحدة زيها الايه جيت عشان نجيت مين الرولز والديبارتمنتس. اوكي طيب فدي اول مشكلة عندي، ان انا محتاج داتا عشان ابدأ الصفحة دي تبقى عندي تمام. طيب ما انت عشان تجيب الداتا دي في فترة لودينج، يبقى دي اول حاجة عندك كستيت. يبقى نرجع هنا هنعرف كونست وهنقول الريجستر. انت عايز هتسمي الستيت بتاعتك ريجستر. طيب واي ابديت عايز تعمله في اليو اي يبقى هتعمل ايه سيت ريجستر فانكشن دي. يبقى ريجستر دي عشان اطبع فاليوز في اليو اي، سيت ريجستر عشان ابديت هذه الفاليوز. جيتر وسيتر يعني جيتر وستر لفاليو معين. طيب الفاليو بتاعتي ايه، فهنقول له يوز ايه ستيت. يوز ستيت بتمبورت طبعا يوز ستيت من فوق. طيب وده الاوبجكت او الداتا، ده الاوبجكت هتحط هنا اوبجكت، وده اللي على اساسه اليو اي هي ايه هتطبع فيه او هت ابديت بيه، هت جيت او هت ست. طيب ايه الداتا؟ بنقول اول حاجة عندي هي ال loading. اوكي loading دي هنقول ان هي بايه بترو من البداية كده. ليه؟ انا عايز اول ما اروح للريجستر يلود الايه الرولز والايه والديبارتمنتس. اوكي طيب تاني حاجة، ما انت هتروح تكلم الباك اند عشان تجيب الرول والديبارتمنت، يبقى الداتا اللي جايه دي هتخزنها في فاليوز، فهنقول الايه الريزلت مثلا. اوكي وهتبقى على شكل اوبجكت، اوبجكت فيه الديبارتمنتس والرولز. طيب ايه تاني؟ يبقى واخر حاجه لو في ايرور، فايرور دي هتبقى ليست اوف ايرورز، او لو مفيش ايرور يبقى بنال. احنا معتبرينها الديفولت فاليو او الانيشال فاليو ايه بنال. يبقى يوز ستيت بتعمل ايه الفاليوز دي، لو عايز تغير اي لو عايز تابديت اليو اي بتاعك يبقى هتغير اي فاليو من دي. يبقى هتكول فانكشن سيت ريجستر وتقول له مين فيهم اللي عايز تغيرها، فاليو اي بتاعك هيابديت ايه لوحده. طب لو عايز تستخدم فاليو من الفاليوز دي هتستخدم الجيتر اللي هو ريجستر. يبقى دي السيتر ودي الجيتر. طيب تاني حاجة نستخدمها اليوز ريف. دلوقتي انا عايز اجيت الداتا من الايه، بعد ما هنعمل لود للرول والديبارتمنتس عايز بقى الحياة تريجستر. طب ما انت عشان تريجستر
هتبعت الداتا دي للايه، للفانكشن اللي عندنا اللي هي ايه الريجستر بس كبوست بقى. اوكي، فانت هتبعت الايميل، الايميل والباسورد والنيم والرول اي دي والديبارتمنت ايه اي دي. يبقى لازم تفتش الاول الداتا من الايه، من الفور. فبنستخدم ايه، اليوزر اف. اوكي طيب، كنا استخدمناها قبل كده، هنقول له constant مثلا form equal use ref. user ref برضو بتعمل لها import، كل دي hooks، دي hook ودي hook. طيب عشان احنا شغالين component as a function. طيب ايه ال values بقى اللي هتجيبها؟ فهتعمل object وتبدأ تقول له ايه ال values اللي انت هت يعني ال values اللي هتجيبها من ال form. فعندك ال name، عندك ال rule id، عندك department id والايميل ادرس والباسورد، ودول يفضلوا يبقوا بنفس اسم الكولومز اللي ايه، اللي هنا. اوكي، دي الداتا اللي فعليا هتتبعت. فزي بالظبط لما جينا هنا في البوست مان وبنقول له خلي الكيز دي بنفس اسماء الكولومز، هي دي بقى الكيز، هي دي الكيز عندي. فنقول له الايميل، وفور ناو هو ما فيش فاليو. الباسورد طيب مفيش برضو. مين تاني؟ ايميل وباسورد، ايميل وباسورد ونيم. طيب واخر حاجة الرول والديبارتمنت. الرول عندي اسمه هنا يوزر تايب اي دي، يوزر تايب اي دي برضو لسه فاضي. اليوزر اللي هيملى طبعا البيانات دي. اوكي، يبقى هنربط كل كل فاليو من دي بايه، بانبوت معين من دول. اوكي طيب، اخر حاجه الديبارتمنت اي دي. تمام كده. طيب يبقى احنا كده خلصنا من الفكره دي. تعال بقى نربط الفورم دي بمين؟ بالانبوت. هنربط الايميل بالايميل بحيث لما تكتب حاجه هنا تتخزن ايه، في النيم. تكتب حاجه في الايميل ادرس تتخزن فين، في الايميل كده، وهكذا. طيب يبقى محتاجين نربط كل الفاليو من دي بانبوت. تعال بقى ننزل الانبوت. اول انبوت عندي ادي الليبل نيم، ادي الانبوت. فكل element عندي في الجي اس اكس اللي هو يعتبر اتش تي ام ال ده، عندي حاجه اسمها ايه، ريف ريفرنس. اوكي طيب، الريفرنس دي بتبدأ تكتب له ايه، هتريفير لانهي فاليو من دول. فالحقيقة هي بتاخد هنا، ممكن تقول له اسم الحاجة على طول لو انت عامل يوز ريف لكل واحدة سيبريتلي، لكن انت عاملهم كلهم مجمعين في اوبجكت فتقول له ايه. فالريف هنا هتاخد ايه الحقيقة، كول باك فانكشن، والكول باك فانكشن دي او الفانكشن يعني بترجع الفاليو، الفاليو اللي هو نقصد بيه الريفرنس اللي هو الاليمنت ده. اوكي طيب، الاليمنت ده هنربطه بانهي بقى ايتم هنا؟ فنيجي نقول له فورم، ده اسم اليوز ريف اللي عندي اهو، دوت كارنت دوت مين فيهم انت عايز تربطه بالنيم، ايكوال ايه، ايكوال ايه، ايكوال ال الفاليو اللي هو الاليمنت ذات نفسه. اوكي، الريفرنس بيشاور على هذا الاليمنت، يبقى الفاليو هو الاليمنت. طيب بس جميل كده. هنعمل العملية دي لمين؟ لكل واحد. خد دي كده، روح على سيب الرول دلوقتي لما نظبطها بس، و الباسورد برضه هنظبط. الباسورد لا تمام، الايميل والباسورد تمام. تعال هنا وقول له ايه، هنا الباسورد ومين وايه بالنسبه لا ده الايميل، فهنقول له هنا ايميل، وبالنسبه للباسورد ادي الانبوت هتقول له ايه، باسورد. اوكي طيب، وهنعمل كده برضو للرول ولل الرول. احنا الرول ده select مش input، يبقى هنحط الريف على ده. اوكي طيب،
وهنقول له ايه اللي هو الرول اللي هو اليوزر تايب اي دي، نفس الكلام للديبارتمنت. يبقى انت كده ربطت كل فاليو بالايه بالفاليو بتاعته، ربطت كل element بفاليو department ID. جميل كده. طيب عادة في ال ناخد بالنا في ال select، لا انا حطيت هنا دي غلط، احنا بنحط على ال select ذات نفسه، نقوله هنا department ID. اوكي اتمنى الاخطاء البسيطة دي ما تعقناش ان احنا نلف كتير حوالين ايرور معين او حاجة. طيب المفروض ان كده تمام، كده المفروض تمام. طيب السلكت ده الحقيقة انت لما بتختار هنا من الدروب داون دي بيبقى كل ايتم بتختاره ليه فاليو. اوكي فاحنا مثلا السلكت ان ايتم دي لازم يبقى ليها ايه فاليو، وليكن هنفترض ان الفاليو دي ايه ناقص واحد. اوكي طيب نفس الكلام، يعني المفروض سلكت ارول. طيب وهنا ولا ده مين ده ديبارتمنت، يبقى سلكت ايه سلكت اه ديبارتمنت، وهنا برضو هنقول له فاليو ايكوال ناقص واحد. تمام عشان لو عايز تعمل فاليديشن يعني سلكت اه رول. اوكي كده طيب سلكت رول وسلكت ايه ديبارتمنت. جميل كده. طيب تعال بقى نعمل الفورم السبميت، لما ادوس ريجستر ده ايه اللي يحصل؟ طيب مبدئيا الريجستر ده انا حاطه هنا تايب بوتون، لا انت عشان سبميت يبقى من تايب ايه سبميت. طيب ما انت لما تخليته سبميت هيرفرش البيج، وده ضد الرياكت والسنجل بيج ابلكيشن كونسبت. فانت طب والعمل، فبنقول له انت هتربط دلوقتي الفانكشن اللي هتهندل هذا البوتن او هذه الفورم. اول حاجه تعملها ان ايه نبريفنت الديفولت. اوكي هنبريفنت الديفولت. طيب انت هتقول له ايه اون كليك على البوتن ده؟ لا الحقيقه انت بتقول له اون سبميت على الفورم ذات نفسها. اوكي الفورم مربوطه اوتوماتيك بالايه بالبوتن يعني، فانت ما دام ان هو سبميت يعني. تعال هنا وهنقول له اون سبميت. اوكي اون سبميت ايه، ونقول له ريفير لفانكشن معينه، هنريفير لفانكشن معينه مثلا طيب الفانكشن دي لازم تاخد الايفنت اللي حصل، فاحنا الحقيقه يعني كأني هقول له ايه خلينا نعمل فانكشن فوق كده اسمها ايه submit void submit. والحقيقة او ال ESX syntax ايه يقول constant submit equal وادي ال arrow arrow function بتاعته. طب ال arrow function دي هتستقبل ايه ال event قلنا. طيب يبقى المفروض نعمل ايه هنا on submit ونقول له ايه submit ونبعت هنا الايفنت. الكلام ده غلط تماما. ليه؟ احنا قلنا ما بنعملش كول، دي كده كول. احنا قلنا بنبعت ايه ريفرنس للفانكشن. طب انا عايز ابعت لهذه الفانكشن فاليو. اوكي الحل ايه؟ يبقى ابسط حاجه تعمل كول باك فانكشن كده وتعمل submit، وساعتها ده تقدر تعمل كول لان انت الريفرنس هو الكول باك فانكشن بتاعتك مش السبميت. اوكي وتبعت هنا الايفنت. تمام طيب وطبعا الكول باك فانكشن هي اصلا بتجيت اوتوماتيك الايه الايفنت من الاون سبميت. طيب دي طريقه، وممكن لانه لاين واحد نشيل الكيرلي ايه بريسز عندك مفيش مشكله. اوكي عشان تبقى لا نشيل برضو كان. اوكي هي نفس الفكرة ونفس الكونسبت، بس عشان هو لاين واحد شلنا الكيرلي بريس. تعال بقى هنا أول حاجة تعملها إيه؟ ما أنت ستيل أنت بيعمل ريفريش، يبقى أول حاجة تقول له إي دوت إي بريفنت ديفولت. أوكي طيب
يبقى اي دوت بريفنت او ديفولت. هي بتبقى كفانكشن. اوكي تعال نجرب كده، لو جينا سبميت اهو مبقاش سبميت، يبقى الدنيا دي تمام. انت ممكن تستخدم بدل الجافا سكريبت تايب سكريبت، ساعتها ممكن تيجي هنا وتقول له يعني اللي منكم فاكر انجولار، ويقول له ان ده من نوع ايفنت تايب سكريبت، فانت هيسهل عليك ان الفانكشنز دي ساعتها ايه تظهر لك من ال IDE يعني. المهم الفانكشن دي خلينا نكونسول فور ناو ال values عشان نتأكد ان احنا طيب توصل لل values ازاي. انت عارف ان ال values اتخزنت في الفورم هنا، يبقى form dot current dot اسم الايه، اسم الحاجة بتاعتك اللي هي وليكن النيم. طيب بس كده ده ال element ذات نفسه، انت عايز مين ال attribute value اللي على هذا ال element. اوكي يبقى dot ايه dot value. طيب ونعمل الكلام ده ليهم كلهم، هم خمسة. طيب نيم هنا هنقول له ايميل، وهنا هنقول له الباسورد، وهنا هنقول له اليوزر تايب، وهنا هنقول له الديبارتمنت. تعال نجرب كده ونشوف الدنيا تمام ولا مش تمام. هنقول له هنا الرول، هو باي ديفولت اختار الاوبشن الوحيد الموجود، ومثلا csc.com و اي حاجة بقى اي value بس سيوت بس اي. طيب ماشي خلينا سيبك من اللاين ده، ده فايل كنا مسحناه هنا في البابليك فمش مهم. تعال نعمل register اهو، ميشيل والباسورد الايميل والباسورد، و ناقص واحد ناقص واحد للايه للرول ولل department. تمام كده. طيب حلو اوي. نبعت بقى ال values دي لمين؟ لل باك اند. بس انت عشان تبعت لازم اصلا يبقى معاك الايه الرول والديبارتمنت. طب تجيب دول ازاي بقى؟ هي دي الفكرة. انت عايز اول ما تدخل على هذا الكومبوننت يلود الايه، يلود او يجيب من الباك اند الرول والايه والديبارتمنت. اوكي طيب يبقى هنسيب دي على جنب كده دلوقتي، ونقفل دي ونقفل دي، وتعالى هنا هنستخدم تالت هوك عندنا اللي هو يوز افكت. يوز افكت دي فانكشن بتتكول وقت ما انت تحب، وباي ديفولت بتتكول اول ما الكومبوننت ايه يرندر، يعني اول ما تيجي كده كده ترندر هي هتتكول على طول. اوكي طيب فبنقول له يوز افكت، وبتعمل لها كول برضو من فوق. الثري هوكس دول اهم ثري. طيب الحقيقه يوز افكت بتاخد تو بارامترز، كول باك فانكشن الفانكشن اللي هتنفذها لما تلود وامتى هتلود. فانت لو اديته array فاضي كده معناها ان ايه الفانكشن دي هتتكول اول ما تدخل على الكومبوننت والكومبوننت تترندر. طيب لو اديتها هنا value فالحقيقة ان هتتكول امتى؟ هتتكول اول، هتتكول بقى مرتين كده، اول ما الكومبوننت ده يترندر، ولما الكونديشن اللي هنا اللي انت حاطه يتنفذ. اوكي هنبقى نشوفها مع السيرش يعني، بس فور ناو احنا عايزين الفانكشن دي تتكول امتى؟ بس لما ندخل على الكومبوننت، يعني لما الكومبوننت يرندر. طيب ايه اللي عايز تنفذه هنا بقى؟ تعمل ريكويست تبعته للايه للباك اند. اوكي طيب احنا قلنا البي جي دي هيبقى ليها تو مين فانكشنز، اي بيج عندي هيبقى تو مين فانكشنز، الجيت والبوست. البوست في الباك اند معمول. طب الجيت تعالى كده ونعمل الجيت. احنا الجيت هنا المفروض نرجع ايه الرولز والديبارتمنتس. طيب اول حاجه ريجستر من نوع ايه جيت، طبعا انت
انت بتبعت داتا، فانت مش هتتشيك اصلا على اي ايه values. كل الكلام ده مفيش، كل انت ممكن نشيل ده كله ونخلص، وخلينا ايه واحدة واحدة كده بقى. طيب بس نحط الايه، ماشي. طيب لما الريكوست اللي هنبعته حالا من الفرونت اند اللي هنطلبه هنا، الريكوست ده هنبعته من هنا، هيروح لمين؟ للفانكشن register get. طيب هنعمل ايه؟ هن return الاول، هنجيب ال departments وال rules من database. يبقى اول حاجة ايه؟ هنقول console departments equal department، هنعمل له import فوق ده ال table يعني بتاعنا dot a find all. طيب وايه اللي عايز يرجع؟ كل ال departments، ايه ال attributes يعني او ال columns؟ ال id وال name. انت مش بس همك يتعرض ال name هنا، انت عايز لما تختار name معين ياخد هو ال value اللي هو ال id. احنا مش قلنا ال select a rule دي واخدة value ناقص واحد؟ انت بقى لما تيجي تختار هنا يعني من الاخر انك admin عايز مين؟ تلاتة، عشان لما تروح تخزنها في اليوزر انت هنا بتكتب الايه؟ تلاتة هنا، اوكي؟ ال user type id بقى، اوكي؟ فانت اللي هيرجع عايز حاجتين، فهتقول له attributes وعايز مين؟ عايز ال id وعايز ال departments department name يا اسم الكل. طيب نفس الكلام بالظبط هنعمله لمين؟ لل rules، اوكي؟ فهنقول له ايه؟ user type ده اسم table برضه هن import من فوق اهو dot find all ايه؟ ال id، وكان ال column اسمه الحقيقة rule باين، اوكي؟ اهو rule. تمام كده، بس خلصت على كده. ايه المشكلة اللي احنا عاملينها لحد دلوقتي دي؟ async وانت مش كاتب هنا await. اللي خد باله من الاول يبقى طبعا ايه ركز معايا. نبعت بقى دول في response، هنقول له ايه؟ response.status 200 و ال response.json. هتبقى ايه ال data بقى دي؟ فهنقول له ابعت object، object ده فيه ايه؟ departments، ال key department وال value ايه؟ departments. يعني انت هتبعت object فيه two keys، departments اهو ومين؟ وال rules ده ال key، وهنبعت ال ايه؟ ال rule هنا. اوكي سوري. طيب خلينا نجرب دي الاول في ال end point اللي هنا. فانت register دي اللي كانت طبيعي عندنا، احنا عايز register get مش post، ونقول له send، هنلاقي يرجع لي ايه؟ department، دي كل ال departments و مين هنا بقى؟ تعال ال rule، رجع لي كل ال rules. تمام كده، يبقى احنا تمام. تعال بقى نستخدم هذه ال function اللي هي ال URL بتاع ال بتاعها ايه؟ لوكال هوست 4000 اي بي اي اوس ريجستر، هي دي. طيب يبقى انت عشان تعمل ريكوست محتاج واحده من تو فانكشنز، يا اما فيتش يا اما اكسس. احنا ممكن نستخدم الاكسس ليه؟ لان ساعات يعني فيها فيتشرز ممكن اكتر شويه، بس لو استخدمت الفيتشر الفيتش تمام يعني مفيش مشكله. تعال هنا اليوز افكت، وهتستخدم الاكسس كباكج، فالحقيقه احنا هنسطبها. ف هتسطب ايه؟ عندك npm install access.
طيب once installed خلينا على ما دي install نكتب احنا الكود بتاعنا. اوكي طيب الكود بتاعنا هو ان انا بقوله هي خلصت اهو، هنعمل import axios. اوكي from ايه access. اوكي كده ده ال import بتاعنا. وتعالى نستخدم بقى ال access. طيب هنقول له ايه ممكن تستخدم ال بص ناخد بالنا من حاجة، ال use effect ما يفضل مش هينفع معاها انك تكتب async و await هنا. اوكي فانت يا تعمل function جواها والفانكشن دي هي async او await، او تستخدم زين وكاتش بيعجبك. فاحنا هنا نستخدم زين وكاتش. اوكي بس دي الحاجة الوحيدة اللي تاخد بالك منها. طيب هنقول له axios dot في get وفي post، احنا هنقول له get ونديله الايه ال URL بتاعنا. طيب ايه ال URL بتاعنا؟ تعال نجيبه من هنا على طول. فينه اهو. طيب وبعدين بس دوت زين بقى دوت زين بقى ممكن نقول له دوت زين يعني لما يجي لك ريسبونس بقى اللي فيه الداتا هننفذ ايه كول باك فانكشن اللي هي ارو فانكشن يعني. اوكي طيب الارو فانكشن دي هيبقى مرجعه ايه هنا؟ الداتا، صح ولا انا غلطان؟ الداتا اللي راجعه اللي هم مين؟ اللي هم الداتا دي ال departments وال rules. طيب انت هتخزنها فين عندك؟ دي بقى تيجي هنا في اهميه ال use state. انت عايز لما يجي لك داتا تخزنها هنا وتقول له ايه؟ ها لما يجي لك داتا تخزنها هنا يعني تقول له set register. هتست setter دي function setter، فهتست الداتا في الريزلت عشان تقدر تاكسسها بعدين فين في اليو اي وتعرضها عندك هنا جوه الدروب داون مينيوز دي. اوكي فانت لما الداتا تجيلك عايز تابديت اليو اي بان الداتا دي تظهر هنا، يبقى لازم كنت تحطها في اليوز ستيت. طيب يبقى دوت زين هنا وهنيجي نقول له ايه set register وايه دي الستر. ايه الداتا اللي عايز تستها؟ فاول ما تست الداتا الجديده دي اليو اي ريفرش. طيب اول حاجه انا عايز الداتا زي ما هي، بس دي اللي هغيرها، بس الاتريبيوت ده بس اللي هغيره. اذا بتعمل ايه في الحاله دي؟ بتقول هنبعت اوبجكت، بس انت لو بعت بس يعني عايز تقول له كله زي ما هو ما عدا دي، كله زي ما هو دي تقولها ازاي؟ دوت 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 register الجيتر يعني هتجيت الاوبجكت زي ما هو وهتفكه سبيرد اوبريتور، هتفكه في الاوبجكت ده كوما تقول له بقى ايه اللي هيتعدل كوما الريزلت دي هي اللي ايه هتتعدل، تقول له ايكوال ايه داتا المبعوثة. بس الداتا دي ده كل الريسبونس اللي جاي لك يعني ممكن تسمي دي ريسبونس. انت عايز تقول له ريسبونس دوت ايه دوت داتا دوت داتا. اوكي طيب ومعنى كده ان ايه ان مفيش ايرورز، فممكن كمان تاكد على ان الايرور بايه بنال. هي اوريدي بنال بس انت بتاكد على ان الايرور بايه بنال. طيب حلو كده. طيب لو في ايرور بقى هنقول له ايه دوت كاتش اهي، وكاتش دي بتاخد كول باك فانكشن في الايرور اللي راجع نفس الكلام كول باك فانكشن، بس هنا بيبقى فيه الايه ال ايرور. جميل وتعالى هنا هتقول له ست انت عايز لو جاء ايرور تطبع الايرور، ما انت هتجيب يبقى هتابديت اليو اي بايه بالايرور. طيب هتقول له ست ريجستر ايه كل الاوبجكت زي ما هو، بس مين اللي هيتغير؟ بس الايرور. طيب دوت دوت دوت
ريجستر مين بس اللي هتغيره؟ الايرور. الايرور انت هتحط ايرور من عندك، سي مثلا انك هتقول له ايه ليست اوف ايرورز، يعني لو ما فيش ايرور يبقى بنال، لو في ايرور يبقى ليست عشان لو في اكتر من ايرور. وهنقول له اوبجكت، الاوبجكت ده هيبقى ممكن شايل اكتر من فاليو، بس احنا هنقول مسج ايكوال وادي له الفاليو اللي انت عايز تطبعها، وليكن please try again later or something wrong something went wrong مثلا. اوكي، وتطبع بقى الايرور. هنطبع دي في باكتك، هنحط دي صورة في باكتك فين اهو، وهنطبع كمان الايرور عشان اعرف ايه الايرور اللي عمل المشكلة دي. تمام كده، طيب جميل، بس ناقصنا حاجة واحدة. ايه اللي ناقصنا؟ انت قايل له لودنج ايه بترو، يعني عايز توري سبينر كده لحد ما الداتا ايه تجيلك. فانت عايز اول ما تيجي تدخل على الريجستر يعمل لك كده ايه زي لودنج، واول ما يخلص ويفتش الداتا ايه يجيب لك الفورم وتقدر بقى تاكسس الداتا من هنا. جميل، طيب تمام. فاحنا كل اللي هنعمله ان نعمل بقى نخلي اللودنج ده بترو، هي بترو اوريدي. اوكي، فاحنا مش هنعمل حاجات كتير، لكن هنعمل يو اي بتاعنا. انا عايز لما يعمل زي سبينر كده، فاحنا مجهزين السبينر بتاعنا فينو كفانكشن اهي، بدل ما كله يبقى سايح على بعضه كده، يعني خلي كل جزء من الكود كفانكشن. اوكي طيب، خلينا نقفل دي كده، ودي قافلينها ودي قافلينها. يوز افكت دي خليها دلوقتي، وتعالى هنا هنسمي الفانكشن بتاعتنا ايه لود سبينر. اوكي طيب، اللود سبينر ده هيلود امتى؟ لو اللودينج بترو، وهو اللودينج فعلا بايه بترو. طيب، بس اول حاجة ممكن نأكد على حاجة زي كده، يعني ممكن تيجي في اليوز افكت وتقول له هنا ايه set register، وتقول له ايه الاوبجكت بتاعك زي ما هو، الريجستر زي ما هي، لكن مين اللي بس هي اللودينج هيبقى بايه بترو. ده بقول لك هي بترو اصلا، فايه يعني ممكن تسكيب اللاين ده، بس هنا بترو. لو الداتا رجعت خلاص السبينر ده ايه يختفي، ما انت يا السبينر اللي يظهر يا الفورم اللي تظهر. اوكي، فانت هتيجي تقول له هنا الداتا لما ترجع وقف بقى الايه السبينر، فاللودينج ايكوال ايه فولس. نفس الكلام لو في ايرور، لو في ايرور انت تعمل ايه؟ وقف اللودينج دي ويظهر لي الايرور، يعني ما تهزرش يعني. اوكي كده، يبقى ده كده بالنسبة لنا تمام. طيب الفانكشن دي انت تكول يبقى على كونديشن، على كونديشن ايه؟ اللودينج، لو بترو نظهرها، لو بفولس ما نظهرهاش. اوكي، يبقى هنيجي هنا وعايزين نقول له ايه الاتي، عايزين نكتب جافا سكريبت كود. فهنفتح كيرلي بريسز ونقول له لو الريجستر انت عايز توصل للايه لللودنج بترو ولا فولس عن طريق ايه الجيتر ريجستر هنا. طيب يبقى لو الريجستر دوت لودنج ايكوال ايكوال ترو، هنعرض ايه لو ايكوال 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 مثلا ترو، هنعرض ال على حسب بقى. فهنقول له لو هي بترو اعرض لي الايه اللودينج سبينر، ودي كفانكشن فهنعمل لها كول عادي. طب لو دي لو لا، يبقى نعمل ايه كولون كده، والكولون ده هنقول له ايه، طبعا المفروض ان هي دي تبقى في الاخر خالص. اوكي يعني هنا مثلا. طيب بس، فدي الفكرة كلها، انك بتقول له لو register dot loading بترو اعرض لي ايه، اعرض لي، هو بيحط ال return دي يعني لوحده ال loading spinner، لو لا
اعرض لي مين كول الايه الاخ ده. جميل. طيب مش بس كده، انت عايز لو في ايرورز كمان، يعني انا في الحالة دي ممكن اجي اكونكت بالسيرفر يكون اللينك فيه خطأ، فيه مشكلة، ليحصل ايه ان يديني ايرور مسج، فانت عايز تطبع هذه المسج. طيب فهنقول له ايه دي if و else، لا قبلهم كمان هنقول له ايه، نفتح لوحده كده وهنكتب الكونديشن بتاعنا بالجافا سكريبت. لو register dot error ما كانتش بايه بنول، اوكي يبقى لو register dot error ده يساوي نل، ساعتها اعمل ايه، برضو هنعمل function للايرور. ادي الفانكشن بتاعت الايرور اهي، ده ديزاين بس يعني زي اليرت كده مش اكتر، وهنبقى نجيله يعني. وبيعرض لي ايه register dot error، بيعرض لي register dot error، فبنقول لو register dot error ده لا يساوي null اعمل ايه، اظهر بقى الفانكشن دي. فبنقول له end end ايه اسم الفانكشن، هي شكل غريب انا عارف، ولكن انت عندك كأن two conditions، ده دايما بترو لانه function. ايه اللي هيخلي الفانكشن مع اي حاجة not false بترو، فدي كده بترو. فانت اللي يهمني بس عشان يدي true لازم ينفذ دي، يعني انا عارف ان الفانكشن دي by default هترجع لي true في اي condition هي بترو، لكن هينفذها الاول عشان يرجع true، فينفذها يعني يظهر بقى الايه، يظهر الالرت اللي احنا عايزين نظهره. طيب والكونديشن الرئيسي بتاعي ايه، لو registered error not equal null، يعني لو في error. بس احنا لو قلنا لو في error بيبقى على شكل ايه، لو في error بيبقى عندي على شكل ايه array. انت هنا في ناخد بالنا في الكود، انت كاتب registered dot ايه error، هيطبع ال array ازاي ده. انت اصلا كنت قايل له هنا ان ال error هيبقى list of object، فهيطبع object ازاي، يبقى لازم نعمل mapping. ليه انا عملت الحركة دي، عشان انت في الحقيقة في ال فين في ال back end هنا لو جيت تجرب تبعت data، احنا كنا بنفاليديت على الايميل والباسورد والنيم، فال validation ده بيرجع بشكل ايه object برضو، اوكي. يعني لو جيت هنا اهو message dot a msg، فانا كنت عايز يعني اوحد الشكل، اوكي. فعملت فالحقيقة جينا هنا وعملت object عنده key اسمه ايه msg، عشان لما اجي اطبع هنا في الايرور اقدر اطبع صح، وخليتها list لان ممكن هنا يرجع لي list اهو، وبيرجع list of ايه of errors كتير. تمام. طيب فانت الحقيقة انت عايز تفور لوب على هذا الايه، مش هينفع انك تطبع الايرور بس لان ده array of objects، فانت هتفور لوب وتطبع بس الكي مين مسج. فتعالى هنا ونفتح كل بريس عشان نكتب الجافا سكريبت كود بتاعه، ونقول له ايه لو register dot error ده الاري بتاعي، اوكي، في حالة ان في ايرور dot map هنماب، يعني هنفور لوب بس الريتيرن values مختلفة. يعني لو انا بفور لوب على objects فالريزلت مش هرجع بقى object، لأ هرجع حاجة تاني، ده المابنج يعني. بفورمات الشيب، بغير شكل الداتا اللي راجعة. طيب ماشي، الماب هتفور لوب، فبتعمل كول باك فانكشن على كل iteration، وكل iteration بتوصل لإيه؟ لإيرور معين من اللي في الليست دي. طيب وفي الكول باك فانكشن عايز ايه، بدل ما ترجع الايرور ده كاوبجكت اهو، احنا هنرجع الايه سترينج بس، اوكي. يبقى هتريترن ايه الحقيقه مش سترينج حتى، ده انت هتريترن الاليمنت ده كله. تعال هات الاليمنت ده كده واعمل ريتيرن للاليمنت بتاعك، اوكي. طيب جميل جدا كده.
والحقيقة ده اسمه error بقى خلاص، ده دي المسج، دي ال error ده الاوبجكت، يبقى error dot msg. اوكي يبقى تقول له هنا اللي هتطبعه ايه جوه ال alert ده، جوه alert هتطبع، فهتفتح curly braces تقول له ايه error dot ايه msg. تمام كده، تعال نرن ونشوف هيشتغل ولا في مشكلة. تعال نقول له البين ستارت، دي الاكسس لو انت يعني عايز الدوكيومنتيشن بتاعها. اوكي طيب هنروح للريجستر، هلاقي ده something went wrong access error ايه network error. ايه network error ده؟ خد بالك هو هيطلع error ليه بقى، هي دي الفكرة اللي عايزين نعرفها، انا ما قلتلكوش عليها لسه، بس احنا كل حاجة تمام يعني ال URL فيه حاجة غلط؟ لا انا واخده copy paste من هنا وده شغال اهو، ايه المشكلة؟ فعشان تعرف اكتر المشكلة ايه تعالى على الكونسول هيقول لك المشكلة ايه يا سيدي. اولا دي مشكلة تافهة دي اي ليست، معلش يعني عشان لو قابلتك برضو. احنا عاملين فور لوب، اي فور لوب انت طابع ديف، لازم الديف او الاليمنت ده يبقى يونيك، فانت عندك كي وتديله حاجة رقم يونيك. طب ايه الرقم اليونيك لدوت؟ انت جوه فور لوب فانت معاك كل اتريشن ليها اندكس. اوكي فانت تعال على الاندكس ده وحطه كاكي، ماشي. يبقى مبدئيا كده ده اول ايرور حليناه، وده يعني مش مشكلتنا دلوقتي، ده اللي مشكلتنا الحقيقة، ده اللي مشكلتنا. بيقول لي access to مش عارف ايه at ال URL بتاعنا ده from origin يعني from ال ده has been blocked by cross policy. ايه الليلة دي؟ ايه الكلام ده؟ طيب دلوقتي انت الباك اند بتاعك بيستقبل ريكوستات لو انت على نفس الدومين. اوكي لو انت من نفس الدومين في حاجة اسمها لو جينا هنا بص ال عندك حاجة اسمها كور سي او ار اس اللي هو كروس اوريجين ريسورس شيرنج، بيقول لك البراوزر دي سكيورتي از ا براوزر سكيور فيتشر ذات ريستريكتس كروس اوريجين اتش تي بي ريكوست ذات ار اي انيشيتد فروم سكريبت رانينج ان براوزر. اولا الرياكت ده ايه؟ جافا سكريبت. ايه جافا سكريبت اصلا، انت فاهم الفكرة؟ طيب السكريبت بيران فين؟ في البراوزر اهو يعني. اوكي وانت بتحاول تعمل اتش تي بي ايه ريكويست من سكريبتس بتران في البراوزر، فالعمليه دي مالها؟ انت للسكيورتي بنريستريكت العمليه دي. اوكي طيب برضو عشان نفهم اكتر ايه الليله دي، يبقى دي سكيورتي فيتشر بتريستريكت الاتش تي تي بي ريكويستس كده اللي جايه من دومين مختلف عن السيرفر. فتعالى نقول اسباب الكروس ده ايه. فبيقول لك كروس اوريجين اتش تي بي ريكويست بيظهر از وان ذات از ميد تو لو ديفرنت دومين. تقول لي احنا ديفرنت دومين، ده انت شغال على لوكال هوست والباك اند بتاعك ستيل برضو، فين الباك اند بتاعنا؟ احنا باك اند شغال برضو على اللوكال هوست اهو نفس الدومين. اقول لك جميل، هو يمكن مش دي المشكله لكن عندي ايه ديفرنت بورتس. يبقى عادة لازم تنيبل الكروس اوريجين فيتشر دي في الباك اند لو الدومين اللي مبعوت منه ريكوستات ايه مختلف، مش بس او دومين، لو السب دومين مختلف او لو البورت ايه مختلف، واحنا في حالتنا البورت هو اللي ايه مختلف. اوكي طيب فبتحتاج حاجة اسمها كروس اوريجين باكج تنيبل هنا في الباك اند. اوكي فتوضيح تاني، لو انت اللوكال هوست اهو بعت ريكويست ده اتقبل من السيرفر عادي. ليه؟ لان اللوكال هوست هنا كان ايه نفس الدومين فقدر يرد عليك عادي. من ناحيه سكيورتي ما حس اذا انت نفس الدومين وباعت وبتستقبل فما عملكش مشكله. لا لو انت باعت من دومين مختلف، قلنا دومين مختلف او ايه او بورت مختلف او الليله دي
انت هنا ما طلعلكش مشكلة، علشان انت كنت بتبعت من نفس الايه، يعني هو واخد نفس البورت يعتبر، لكن هنا الدومين او البورت مختلفين، فساعتها هيعمل لي ايه، request fills you to ايه، domain name او البورت نيم او الكروس اوريجين فيتشر دي. اوكي، فانت اللي هيحصل انك هتقلاو من السيرفر الايه، الريكوستات المختلفة دي الغريبة، يعني هتقول للسيرفر اي ريكوست يجي لك حتى لو الدومين او البورت مختلف اقبله ورد عليه. اوكي، يبقى هن ايه، هن انيبل الكروس للدومينز اللي عندي، فدي بنعملها من الباك اند، دي عملية باك اند. ف هتيجي كده نوقف السيرفر بتاعنا، الحقيقة هتسطب حاجة اسمها ايه، كروس. انا كل الجملة من دي حابب اقولها لك علشان ما تبقاش انت تايه او حاجات بنرصها وخلاص كده. constant cross equal require cursor. طيب وهتيجي بعد ما تعمل اكسبريس على طول تقلاو الايه، الكروس اوريجين فيتشر دي عندك، فكده اي ريكوست يجي لك حتى لو من دومين او بورت مختلف هيقبله ويرد عليه. اوكي، طيب يبقى هتقول له ايه اول حاجة هنعملها قبل اي ريكوست هيجي لي، هنقول له اد دوت يوز وماله وكورس شكل بس، هن enable cross origin. تمام كده، دي حتة مهمة جدا. طيب خلاص احنا يعتبر خلصنا، باقي بس نعرض الكلام ده في ال UI بتاعنا. اوكي طيب تعال نجرب تاني، هنقوم السيرفر بس، تعال هنا في الفرونت اند احنا المفروض الدنيا تمام. خلاص تعال على ال use effect ونشوف بقى. ماشي، خلينا نرفرش كده، قبل وما طلع ليش اي ايه مشكلة، ولو جينا هنا مش هنلاقي ايرور، ده الايرور اللي اصلا بادين بيه اللي هو حاجة مش مهمة دلوقتي. اوكي، يبقى المفروض الداتا جت بس ما اتعرضت ليش هنا، يعني انا لو جيت هنا في الزن وقلت له كونسول دوت لوج، الكونسول مين، الريجستر، وخلاص الريجستر بقى ايه دوت وارد اللي انت عايزه. الريجستر ده كل الايه، ده كل الاوبجكت دوت ايه دوت ريزلت دوت مين، انت مرجع حاجتين لو فاكر، يعني انت مرجع حاجتين يا اما ديبارتمنتس يا اما الرولز، وليكن نطبع الرولز مثلا، ده احنا بنجرب يعني عشان نتأكد ان الداتا رجعت لنا. يعني تعالى كده اهو array في الايه الرولز بتاعتي، دي اللي هتظهر في دروب داون منيو، لكن دي الفاليوز اللي هتتبعت معايا كده. طيب نظهرها ازاي هنا، بكل بساطة شديدة خالص، هتنزل على ال، نبتدي بالرول select، وعندك الاوبشن زي، تعالى تحت الاوبشن ده واعمل ايه، فور لوب على الاراي بتاعك. اوكي، ومش فور لوب بس، وتماب ان كل ايتم في هذا الاراي راجع لك هتبدله بايه، هتبدله بالاوبشن ده، وهتكتب هنا الرول نيم وهتكتب الفاليو الاي دي. يبقى كده بس عشان نكتب جافا سكريبت ونقول register dot result، كان اسمها result باين dot ايه department ولا rule، انت هنا عند ال rule فهتختار ال rules dot map، map يعني for loop، فانت في كل iteration هتنفذ ايه callback function وهت access ايه one rule. انت بقى عايز ترتيرن ايه، بدل ما ترتيرن الرول كده كسترينج او ده اوبجكت، في الرول اي دي وفي الرول نيم،
بدل ما تطبع الرول كنيم، انت هتعرض له ايه؟ هترتيرن الاخر. اوكي، بس هنا في شوية تغيير، بدل ما هنا سيلكتر رول هتبقى ايه؟ الرول ده الاوبجكت دوت ايه؟ دوت رول. اوكي، لان التيبل كده هنا رول دوت ايه، هنا اسمه رول. تمام، فتعالى هنا جافا سكريبت اوبجكت برضو، هنفتح كيرلي بريسز ونقول له رول دوت رول، والفاليو لا، الفاليو الحقيقة لو تاخد بالك الفاليو المفروض ايه كده برضو، وتقول له ايه رول دوت اي دي. نفس الفانكشن دي تعالى خدها كده بالملي، طه للمين للتب فين بقى الديبارتمنت، انا مش عارف هو ده تحته، تحته يمكن اهو. بس بدل ما هنا بدل رولز هيبقى ايه ديبارتمنت، الاسم اللي مبعوت ده الكي ده. طيب وهيجي هنا ديبارتمنت، يبقى ديبارتمنت ده الاوبجكت دوت مين، كان عندك كولوم اسمه ديبارتمنت نيم، وهنا كان اسمه اي دي عادي. اوكي، هنغير بس الاسم، تعالى كده اهو الداتا مطبوعة تمام. طب ايه المشكلة اللي احنا وقعنا فيها؟ وانا اكيد في ان الماب ما بعملناش ريتيرن، فدي الايه مشكلة. ده كده في الايه في الرول، يبقى ننزل تحت ونقول له ريتيرن برضو. اوكي طيب، الحركة البايخة مدام ليست يبقى لازم ايه كي، وساعتها الكي هنا هتقول له ايه، مش لازم بقى تجيب الاندكس، ما انت معاك اليونيك اي دي اصلا هو يونيك. اوكي، فانت برضو هنا هتقول له كي وتقول له رول دوت اي دي، ونقول له سيف. بس تعالى كده هنلاقي الداتا ظهرت لي كده. اوكي تمام، الحتة دي فاضل ان احنا نعمل ريجستر. يبقى الاول الداتا تعالى نملاها، يعني اسم شخص وانا ادمن وسوفت وير ومثلا zz.com و اسيوط مثلا الباسورد، ونقول له ريجستر. اهي الداتا جاتلي مظبوطه، داتا جايه لي مظبوطه. تسند بقى، يبقى هنعمل ريكويست تاني بالاكسس، بس ايه بوست ريكويست. بوست المفروض تعمل فاليديشن طبعا الاول، بس مش وقته، ممكن اعملها في يعني في السكشن. بدل ما انت بتطبع هنا كونسول كده، ده جميل جدا، تتأكدت ان الداتا ابعتها بقى. يبقى كل اللي هنعمله اكسس دوت بوست، وتدي له اللينك والداتا اللي هتتبعت. اوكي، اللينك فين يا حاج؟ ادي اللينك البوست، هو هو نفس ال URL يعني. طيب والداتا، تعالى واحدة واحدة بقى. اوكي، واحدة واحدة، هتقول له الايميل، او خلينا نبدأ بالنيم. انا غلطان اني مسحت الايه الداتا اللي مكتوبة، خلي دي زي ما هي. وتعالى كده الاوبجكت بتاعنا ايه، اول حاجه نيم، هنبعت ايه الفورم كارنت فاليو نيم. طيب تاني حاجه الايميل، اللي بعده الباسورد، دي بقى الداتا اللي هتتبعت، دي الكيز. ف كنت ممكن نلاقي طريقه ان احنا ايه يعني، بس دي ابسطها، مش وقته دلوقتي فزلكه. ف انت current ده يعتبر object، فانت ممكن تبع form dot current على طول، فاهم الفكرة؟ ال key وال value، بس ممكن تعمل mapping عليه يعني، for loop وتعمل، بس على ايه يعني
مش شغلانة هي يعني. وآخر حاجة apartment. لو أنا الدنيا تمام كده يبقى احنا تمام. لو انت عملت register تروح لللوجن، فانت هتقول له دوت، يعني لما يجي لك response بقى هتعمل ايه؟ ايه اللي هتعمله؟ الاول هتشوف لو في error، يعني افترض ان انا النيم دي او الباسورد بدل الايميل الحقيقي اللي بيتبعت هنبعته فاضي كده. ليه؟ عشان المفروض ان الباك اند يعمل فاليديشن يلاقي فيه ايرور يرجع لي ايرور، فانا عايزين نشوف زين وكاتش. يعني زين ادي الكول باك فانكشن. الحقيقه هنا انت هتعمل ايه؟ هنا يعني الداتا كلها تمام. اوكي طيب، فانت اول حاجه هتعملها اصلا في السبميت، اول ما تدوس على هذا الريجستر تعمل له سبينر. اوكي يعني اللودينج بايه؟ بترو. يبقى هنيجي هنا نقول له set register وهتغير value بتاعت ايه؟ اللودينج. هتقول له الاوبجكت زي ما هو الريجستر، مين بس اللي هتغير اللودينج؟ هيبقى بايه؟ بترو. بس كده، بس كده. طيب خلاص دي احنا مش محتاجينها anymore يعني. اوكي طيب زين، هنا يبقى اول حاجة تعملها الداتا خلاص ال request انتهى successful يعني. فانت اول حاجة تقول له ايه؟ false. وخلاص ممكن تعرض اي مسج انك الدنيا تمام او تنافيجيت. يبقى هنختار ايه؟ لو هتعمل نافيجيت يبقى جوه الكومبوننت بتاعك هتقول له ايه؟ const navigate equal use navigate اللي هي الهوك اللي هي الباكج اللي بتديها لك الراوتر دوم. طيب ونافيجيت دي تيجي تقول له هنا ايه؟ نافيجيت والباس اللي انت عايز تروح له سلاش ايه؟ لوجن. دي اهمية ال نافيجيتنج بروجراماتيكلي يعني. تمام كده. طيب اون كاتش يبقى دوت دوت زين كذا، بعدين دوت كاتش. طيب دوت كاتش هنطبع ايه؟ الايرورز بقى. يبقى اول حاجه اللودنج نوقفه ونبدا نقول له ايه؟ اعرض لي الايرور. يبقى الايرور ايكوال ايه؟ هنا هيرجع لي الايرورز كلها. اوكي طيب والايرورز دي هنبعتها. الحقيقه الايرورز بتيجي على شكل ايه؟ الايرورز ده الاوبجكت كله دوت ريسبونس دوت ايه؟ دوت داتا ودوت الكي مسج. هي لفة كبيرة يعني عشان توصل للمسج اللي راجعة دي بيبقى ايه؟ هنقول له هنا errors، لا errors دوت داتا دوت، لا سوري دوت response الأول. اوكي دوت داتا دوت الكي اللي راجع وانت سميته مسج في الايه؟ في الباك اند كنت مسميه مسج. طيب المسج ده اوبجكت، انت عايز مين ايه في ليست الاول؟ عشان كده تفتكر احنا جينا في ال في الايرور قلنا له فور لوب على هذه الليست وابدأ ايه؟ اطبع الايرور دوت مسج. هو في نفس الوقت ليست اوف اوبجكتس، فانت عايز من الاوبجكت ايه؟ ال msg message. يبقى تعالى نرجع هنا ونقول له بس مش هنقول له حاجة، هي المسج دي كده تمام. كده الليست راجعالي وكل اوبجكت هاخده هاخد منه ال msg واطلع. تعالى نشوف كده، تعالى هنا، تعالى نبعت كده على طول. هيقول لي ايه؟ please enter valid email valid password و valid ايه name. فهندخله الداتا مظبوط ادمن او ستودنت او اي حاجة، وهنقول له مثلا
admin@admin.com والباسورد، الباسورد الثابت عندنا اللي ما بيتغيرش. register احنا كتبناه غلط ولا ايه؟ admin@admin.com صح كده. و خلينا نكتب، وهنكتب هنا اسم اليوزر و register. يبقى احنا في حاجة احنا سوري مرجعناش الأخ ده. طيب كنا قلنا ان هنا الايميل اوكي. طيب خلينا اقول بقى خلاص admin@admin.com والباسورد اليوزر والرول ادمن والبرن ادمن. هيروح بقى يرد زين، هيوقف اللودينج ويريدايركت على اللوجن عندي. اوكي بالشكل ده. شكرا.